السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين صحفي غاوي عصافير. النهاردة حابب أوريكم ناتج تزاوج تركيبات ريمبو زي ما انتم شايفين كده مع نتاية موف جولدن فول باي. طبعا الأرضية أنا حطيتها نشارة كده لأن النتاية دي كان عندها إسهال وأنا عالجتها بفضل الله بالفلاجيل، فكنت حاطط الأرضية دي وبنضفها بشكل يومي على أساس إنها لما تعمل حمام ما يبقاش ريحته وحشة والخشب يقدر يمتصها. النهاردة هقول لكم أو هنشوف مع بعضنا ناتج التزاوج ده هل هيطلع ريمبو كامل ولا لأ. خلينا نتفرج مع بعضنا على الزغاليل بتاعتهم ونحاول تقولولي دي هتبقى ايه ان شاء الله لما تكبر. خلينا نفتح العش ونشوف. طبعا الدفتر ده بفضل الله حاجة محترمة اهو زي ما انتم شايفين. كنت عملت لكم فيديو قبل كده وقلت لكم ناتج التزاوج ده هيطلع ايه. خلينا بقى نشوف الزغاليل ونفتح العش مع بعضنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونقول بسم الله ما شاء الله. ده واحنا مع بعضنا اهو، ده هو العصافير وده شكل العش. هنطلع العصافير مع بعضنا الزغاليل. هما جايبين تلت زغاليل. خلينا بقى نطلعهم واحد واحد عشان نعرف نشوف. اول واحد اهو، قولولي ده تتوقعوا هيبقى عامل ايه او هيطلع ايه. نبص على الزغلول التاني. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. هنشوف مع بعضنا هيطلع ايه. نشوف الزغلول التالت. ده واضح شوية. ياريت المتابعين انا هترك لكم الرد تقولولي الزغاليل دي هتطلع ايه زي ما انتم شايفين. ده ذكر تركيبات ريمبو ودي نتاية ريمبو موف جولدن فول بادي اهي زي ما انتم شايفين. هنشوف مع بعضنا ناتج التزاوج ايه. كمان خلينا نبص على ناتج تزاوج ذكر طفطف مع نتاية فولاد. تعالوا نروح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نتاية فولاد سبانجل وده ذكر بندد تركيبات شكري. الذكر ده طفطف ولكن هو ابن فولل، يعني ابوه كان بندد فولل كتفين شجر. والنتاية هوريها لكم اهي، دي امه ولكن انا حطيتها مع ذكر تاني. فبإذن الله انا شايف ان العش كله هيطلع فلل بالكامل، هيطلع فلل بإذن الله بالكامل. ده كان سردة عش فلل ابن بندد كتفين شجر والله مع النتاية اللاتيني كتفين الشجر دي برضو. طلعولي جوز طفطف. طبعا انا مرضتش اديهم لحد لان محدش كان هيعرف قيمتهم وكانوا هيجوزوهم لاستراليات، فسبتهم عندي لغاية ما كبروا. وعايز برضو كل متابعين القناة يقولي لي دول هيطلع ناتج تزاوجهم ايه. النتاية اهي فلل كتفين، هي في مرحلة القلش والذكر اهو حاجة محترمة. هنشوف مع بعضنا. انا من النوع اني ما بحبش ارمي العصافير بتاعتي، يعني بحب دايما اشوف. يعني في يقول لي يا عم هات فلل وخلاص. طب ما انا دول ده ابن فلل، يعني ده ابن فلل، هشوف هيطلع ايه. كمان كنت حابب حتى لما هديه لحد هديه لحد فاهم، مش اي حد ياخده ومش عارف ده هيطلع له ايه وخلاص. زي ما انتم شايفين الذكر ما شاء الله عليه.
وليه اخ برضه هوريه لكم، ولكن النتايه بتاعته هنعمل لها حلقه مخصوص عشان كان عندها جدري وبيتم علاجها. هوريكم في حلقه تانية باذن الله طريقه علاج جدري البادجي لغايه ما يوصل انه يبقى حاجه محترمه تاني. اوعى ترمي عصفور عيان وتقول يعني هعمل بيه ايه، حرام عليك يعني، ما ينفعش ترمي العصفور بتاعك يعني. لو انت غاوي صح مش هترمي، لكن لو انت جايبه للبيزنس والكلام ده كله هترمي، اذا انت مش غاوي وده حرام وربنا هيعاقبك على كده لغاية اخر نفس. عالج العصفور بتاعك عشان ربنا يكرمك. ما بيعرفش ياكل لوحده، اكله انت او اديه لحد تبني يكون عنده بيتقي ربنا وعنده القدرة ان هو يهتم بيه. الناس اللي بتسأل على الرز بإذن الله هعمل لكم حلقة كاملة عن طريقة تزاوج الرز وتجهيز العش ومعرفة الذكر من الأنثى، كمان عن طريقة خطام الزغاليل عملي، هنختم الزغاليل الرز مع بعض عملي إن شاء الله. طبعا الذكر خد النتاية وهي بتخش العش بفضل الله، بس هي جبانة شوية، هي لسه أول عش ليها إن شاء الله. النتاية دي بنت سبانجل، حاجة محترمة، أول عش ليها إن شاء الله. هنتابع مع بعضنا لما ربنا ينعم علينا ويفقسه بإذن الله، هنشوف هيطلع إيه. ياريت برضو كل اللي عملوا تجارب يخبرونا هل هيطلع فولة الكاملة ولا هيطلع استراليات ولا هيطلع طفطف ولا هيطلع كورك وشوشة. خلينا نجرب التجربة، بحب أجرب وبحب أشوف، زي ما جربت مع التركيبات الريمبو والريمبو. هنشوف بقى مع بعض بإذن الله الزغاليل بتاعتها هتبقى إيه إن شاء الله. طالما بنتفرج كده تعالى أوريكوا الذكر اللي كان بيقلش بقى شكله عامل إزاي. أهو الذكر اللي كان بيقلش ما شاء الله. طبعا أنا حطيت له هنا ديكال والنتايه بتاعته رجعتها له لان نفسيته كانت تعبانه. ايوه الحاجات دي بتتعب وبتحس ونفسيتها بتتعب وبيحبوا. والنتايه نفسها ما كانتش بتاكل، بفضل الله رجعتهم. هم بيقلشوا سوا وبياكلوا بعض دلوقتي تبارك الله. باذن الله هنعمل هدايا اليومين الجايين، فلل هنطلعها هديه باذن الله لاكتر حد بيشير فيديوهاتنا واكتر حد بيتابع وبيعلق، اكتر تعليقات معانا باذن الله. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت. مع السلامة.